تعال نشوف برضو الكابتن عماد النحاس قال ايه ما بعد المباراه. كان ليه تصريح قال كنا الاقرب للفوز على الزمالك، ما زال في الامكان البقاء في الدوري. اكد الكابتن عماد النحاس المدير الفني لطلائع الجيش مباراه الزمالك كانت اقرب لفريقه، وقال انه ما زال في الامكان البقاء في الدوري، وقال كنت قريب جدا من المكسب والمباراه اتخطفت في اخر دقائق. الخساره في التوقيت ده بيكون صعب، وقال ضغط كبير جدا انك تقابل الاهلي والزمالك بشكل متتالي. توقيت المباراتين صعب جدا على فريق طلائع الجيش، والمباريات الكبيره تاخد من اللعيبه مجهود بدني وذهني اكبر، وقال يجب ان نتعلم من اخطائنا وان شاء الله نحاول التعامل مع الموقف. ما زال الامل في البقاء موجود طالما هناك 5 مباريات. ده اللي كنت باكده لحضراتكم، ان الكابتن عماد النحاس بيقول في نفس الامر متبقي 5 مباريات، طلائع الجيش في المركز القبل الاخير، ولكن لسه عنده امل. الامل ما راحش من اي فريق، ولكن مباراتين مهمين وصعبين ورا بعض، نادي الزمالك ورا النادي الاهلي، مباراتين بيكونوا يعني اكتر مباريات صعبه على كل الفرق في كل المواجهات، ولكن بنقول انها برضو افضل مواجهات ان اللعيبه تقدم اداء طيب ومشرف ليهم. اكتر مباريات تساعد اللعيبه يكون عندهم دفعه معنويه، ويكون عندهم ان انا مش محتاج اني اعمل لك الشحنه المعنويه دي، هي اصلا عند كل اللعيبه في مواجهات الاهلي والزمالك. اعتقد الكابتن عماد النحاس برضه لو اخذ المواجهتين دول من الجانب الاخر مش هيحتاج ان هو يشتغل على ده، على الجانب المعنوي والنفسي للعيبه، لان هيكون عندهم ده لوحدهم، وهيكونوا في التوقيت ده وارد ان هم ينتشلوا الفريق من التوقيت الصعب اللي بيمر بيه. خلاص انتهت مباراه نادي الزمالك، مباراه النادي الاهلي هتكون مباراه مهمه ومرتقبه، هتجمع ما بين طلائع الجيش والنادي الاهلي.